باسم الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية المفوضة من طرف المجلس الوطني للثورة الجزائرية، فإني أعلن وقف إطلاق النار في كامل أنحاء الوطن الجزائري ابتداء من يوم الاثنين 19 مارس 1962. هكذا صدح صوت رئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة معلنا عن انتصار الدبلوماسية الجزائرية بعد مفاوضات طويلة وشاقة أبان فيها المفاوض الجزائري عن حنكة سياسية جاءت لتدعم انتصارات رجال ونساء قدموا أرواحهم قرابين للجزائر في سفوح وقمم الجبال. فكانت مولان في جوان 60 حين أوقف الجانب الجزائري المحادثات رافضاً الانصياع لإملاءات المستعمر، ثم إيفيان الأولى في جوان 61 أين انسحب الوفد الجزائري رافضاً أطماع فرنسا في الصحراء الجزائرية، مؤكداً أن الوحدة الترابية للبلاد خط أحمر لا يقبل المساومة. صامد وثابت عند المبادئ التي أعلنت في 3 نوفمبر 1954، تمسك تاع المفاوض الجزائري بوحدة الإقليم ووحدة الشعب يجهد كل محاولات. اتفاقية إيفيون واللي عبر عليها إيفيون الأولى وإيفيون الثانية هي جات بعد مولا في سنة 60 واللي كان المفاوض الفرنسي فيها في حيرة. لماذا؟ لأنه طلبت الجزائريين واضحة معلومة كايت شارج بالنسبة لهم هو أول نوفمبر، رفعوا مطالب في أول نوفمبر 54 ظلوا متمسكين بها إلى غاية 18 مارس 62. وفي 7 مارس 1962 يلتحق الوفد الجزائري المفاوض بمبنى لوتيل دي بارك في إيفيون أين يجبر فرنسا على الرضوخ لخيار الشعب الجزائري الثائر بعد أن فهم دوغول أن لا مجال للمناورة وأن الجزائر ستختار مصيرها. وفي 18 مارس على 5 تنتهي المفاوضات بتوقيع قرار وقف إطلاق النار. Nous avons eu l'occasion de le déclarer. L'Algérie veut accéder à la vie internationale sans complexe, avec le désir sincère de coopérer avec tous les peuples et d'apporter sa modeste contribution au progrès humain. تاريخ 19 مارس أو بداية عهد جديد، عهد الجزائر كما أرادها شجعان الفاتح نوفمبر، وآمن بها رجال أسمعوا صوتها عاليا في المحافل الدولية فأجبروا المستعمر على الجلوس إلى طاولة التفاوض ثم حمل أذيال خيبته والرحيل.